الروائي عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم، وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم السادس من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكاس البطوله؟ ومين هي العائله المثاليه؟ العباقره عائلات بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، الداعم الرئيسي لمشروعات المراه المعيله في كافه المجالات. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 2635 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا النقط لكام. أول عائلة سنطالة في الاستوديو بيشاركوا لأول مرة، حلم واتحقق، من المرج محافظة القاهرة، رقم كده بعائلة عيسى. الحمد لله انا شارك في برنامج العباقره، والحمد لله حلمي اتحقق، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه ونكسب ماتش النهارده. الموسم ده اول مشاركه لنا في برنامج العباقره، حابين النهارده نادي اداء مشرف في ماتش اليوم ان شاء الله ونحقق نتيجه كويسه، وانا وعائلتي سعيدين جدا بالاشتراك في المسابقه دي. انا استعديت لماتش النهارده، ان انا قريت كتير وذاكرت كتير، وان شاء الله يكون ليا دور كويس في ماتش النهارده. هدفي من المشاركه في برنامج العباقره ان انا اتعرف على عائلات جديده، والمكسب الحقيقي هو المشاركه. عائلة عيسى، حمد لله على السلامة. الله يسلمك حضرتك، منورنا في الاستوديو. ربنا يخليك. مين صاحب فكرة الاشتراك؟ بلال. مين اللي وافق ومين اللي اعترض؟ لا كله وافق الصراحة، ما حدش كله وافق على طول كده. هو علشان احنا متابعين البرنامج على طول، ويعني كان نفسنا في مرة نقعد على كرسي العباقرة. المدرسة اللي كنت فيها ما كانش معظمها مثلا بتخش البرنامج، والجامعة لما دخلت ما لحقتش اقدم، فما فيش غير العائلات، فقدمت عائلات يعني. تمام، مين اكتر واحد بيتجاوب في البيت؟ انا وبابا. ايه يا مدام عزه، الكلام ده صحيح؟ مدام عزه متوتره لدرجه انها ما بتتكلمش، هز راسها بس. اول مره تشاركي برنامج تلفزيوني؟ كويس، تجربه مهمه. حتى لو مش ليكي، مهمه للاولاد. ليهم طبعا، زي ما بلال قال، كرسي العباقره حلم طبعا. بلال عايز تبقى دكتور كيميائي ان شاء الله. طب هتعمل ايه لما تتخرج؟ في تركيبات الادويه وشركات الادويه، اي حاجه ليها علاقه بالكيمياء ممكن ابقى مشارك فيها، لان هيبقى ده تخصصي. اي حاجه فيها كيمياء. ايه اللي حببك في الكيمياء؟ هو الصراحه كان مدرس في ثالثه ثانوي اسمه مستر ناصف، هو الصراحه اسلوبه معانا وطريقته وطريقه تدريسه لينا وتدريسه للماده حببتني في، خلتني اشربها من الاخر. فرصة إن إحنا نحييه. ليه بقى؟ نحييه ليه؟ لأن في مدرس ممكن يحببك في المادة أو مدرس يقرهك في المادة. بالظبط. بس أنت بقى عايز تطلع ممثلة، ممثلة مسرح كمان، مش أي حاجة يعني، المسرح ده ليه هيبة. احكي لي بقى، إيه موضوع التمثيل ده؟ هو بدأ وأنا في المدرسة، كنت في المدرسة كانوا بيخلونا نطلع يعني نمثل في المدرسة، فأنا أصلاً يعني بحبه وبحب أتفرج على ممثلين كتير. فده اللي حببني فيه، وبعدين لما كبرت شويه بدات اروح مسرح واتعلم وامثل في مسرحيه مدارس. فده اللي اتعلمته يعني، حبيتها قوي يعني، بحبها. واضح ان انت مش متوتره. ايوه وقفتي على المسرح، وقفه المسرح مش سهله طبعا. استاذ هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. شعورك ايه؟ مبسوط جدا، كان حلم لينا ان احنا نوصل ونقعد زي ما بلال قال، ان احنا نوصل لغايه هنا، لغايه الكرسي، ونقعد قدام حضرتك او في البرنامج عموما. يعني برنامج من اكتر البرامج اللي الواحد بيحبها بجد، لانه برنامج هادف. الحمد لله، ربنا يعين حضرتك، ودي ده شرف لنا كلنا كعيله ان احنا نقعد هنا. ومبسوطين ان انتوا انضميتوا لعيله العباقره. طبعا شرف لينا. مدام عزه، اخبار الطبخ ايه؟ سمعت انك طباخه ماهره. بيقولوا كويس. بيقولوا كويس. ايه اكتر اكله بتعرفي تعمليها؟ كوسه ومكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل، دي هواياتي دي. تمام. عائلة عيسى، متوقعين ايه من ماتش النهارده؟ ان شاء الله يكون ماتش كويس، وباذن الله ونكسب يعني معرفه من لو في حاجات مش عارفينها نعرفها اكتر، وجودنا يعني نفسه يعني حاجه قيمه وكبيره جدا لينا يعني. ان شاء الله المكسب الحقيقي ان احنا اشتركنا في البرنامج وتعرفنا على عائله الحياه.
بص بص مذاكر برنامج كويس. هو ده المكسب فعلا طبعا. عيلة عيسى بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيلة عيسى. أما العيلة التانية واللي مشرفانا في الاستوديو أصدقاء الحياة من ثلاث محافظات مصرية، رحب كلنا بعيلة الحياة. أنا مبسوطة إن أنا هشارك في برنامج العباقرة، فريقي معتمد عليا في المعلومات العامة وجمعت على قد ما أقدر بإذن الله، وربنا يجعلني سبب في نجاح الفريق. أنا مبسوط إنني بشارك في برنامج العباقرة، وده كان حلم أو حلم كل مصري أو كل عربي. إن شاء الله ربنا يوفقنا في ماتش النهاردة ونكسب. أنا حلم حياتي إن أنا أشترك في مسابقة العباقرة، وأتمنى النهاردة إن شاء الله أنا وفريق الحياة نفوز ونأمل في البطولة ونأخذ الكاس بإذن الله. أنا استعديت لمباراة النهاردة وبالقراءة والتركيز، وأتمنى أن الله التوفيق والنجاح لمجموعة الحياة ونحصل على مركز متقدم. عائلة الحياة الحمد لله على السلامة. ربنا يبارك فيه. مدام حكمة مش راضية تبص لي. مش عايزة تبص لي ليه؟ لا أنت على دماغي بس. هناك أحسن. هناك فين؟ هناك. اه القعده هنا وسط الجمهور صح، جميله قوي. بتقعدي تجاوبي؟ ايوه. ومرتاحه؟ تمام. ومبسوطه؟ تمام. الاضواء عليك بقى بيبقى شيء تاني، مسؤوليه اكبر، مسؤوليه دلوقتي أكبر. المعلم الخبير اللي دايما بيسال قاعد بيتسال. الله ينور عليك. دلوقتي انت حاسه بالطلبه؟ طبعا طبعا. مش مساكين الطلبه؟ لا. بتعذبيهم ليه؟ لا والله ده انا إيه صديقتهم. لا 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 بجد؟ والله والله انا بمعلم صديقكم. انت على دماغي، ما انا بتعلم منك على فكره. انا بجد طريقه البرنامج انا عملتها في الفصل كتير قوي من سنين، وبعمل بادجات كده، وكان حاجات جميله لدرجه ان فصلي طلع في اول الطلبه الحمد لله الحمد لله على مستوى الاداره. 62 مدرسه، 3 عيال من عندي. برافو عليك، برافو عليك. طيب يبقى قلقانه ليه بقى؟ خايفه اخيب ظن الناس اللي معايا وربنا يسترها. لا الحسبه كده غلط. الحسبة زي ما بلال قال، احنا جايين ننبسط، وان انتوا جيتوا قعدتوا في الاستوديو تتعرفوا على عائلات في حاجه جميله جدا، فمش عايزك تقلقي بالعكس. عشان الناس اللي ورانا تعبوا معانا قوي قوي قوي، وناس يعني حاجه عايزين نعمل لهم اي شيء. مين اللي تعب وراكم؟ يا نهار ابيض، هيئه التضامن، استاذ محمود، استاذ لا يعني ما شاء الله، وزاره التضامن عموما. الحقيقه اول وزاره فرصه ان احنا نشكر وزاره التضامن الاجتماعي على اهتمامها باشتراكوا معانا الحقيقة. حصل. وعلى المجهود الكبير اللي هم بيعملوه. وفريق الهلال الأحمر كمان. طبعاً أنا الحقيقة معجب جداً بوجود فريق الهلال الأحمر معانا في الاستوديو. شكلهم جميل، والحقيقة أنا معجب جداً بأدائهم مع فريقكم ومع جمهور ومع الناس اللي في الاستوديو. عايز أحييهم كلهم الحقيقة. أستاذ يحيى حبيبي، أخبارك إيه؟ الحمد لله. مبسوط؟ يعني ده كان حلم واتحقق خلاص. قولي بقى، إيه سر اهتمامك بالخط العربي؟ الدم كله بيجري في الخط العربي فعلاً؟ أنا طول النهار والليل قاعد على الخط العربي. يعني لو هتكتب لنا العباقرة عائلات، دواني بقى فين اللعبة كده؟ خلاص أنا مستني حبيب قلب. اتفقنا؟ الأول كاتب بس حتة صغيرة. عايز تقول إيه؟ بقول اسمي يحيى لوني قمحي لون طمي النيل، بحب الرسم والشعر والمواويل، الأستاذ عصام شايفني وأنا شايفه، خلى القلوب كلها إليه بتميل، عبقري من يومه، وإن سألت أقول لك العباقرة هي الدليل. مدام رؤية زيك. الله يخليك حبيبي. قولي لي إحساسك إيه بقى؟ مبسوطة طبعًا. مبسوطة؟ جدًا. كنت قاعدة وسط جمهور متحمسة. كنت عايزة اجي. ومدام حكمة كمان عايزة تجاوب على كل الأسئلة، لما نشوف هتعمل إيه النهاردة. إن شاء الله. بتحب الكرة؟ أهلاوية. أستاذ عبد السلام بقى مش عاجبه إنك أهلاوية. أيوه. زملكاوي زملكاوي بقى. أيوه. أنت زملكاوي؟ أيوه. طب إيه؟ أيوه زملكاوي. إيه أنت ما تعرفيش؟ أنا عارف. طب هو أنا إيه ده؟ أستاذ يحيى كمان زملكاوي؟ دمنا زملكاوي يا باشا. اتنين زملكاوية واتنين أهلاوية. يا نهار أبيض. كان المفروض نقعد إحنا جنب بعض، الأهلاوية والزملكاوية يقعدوا جنب بعض. كده إحنا عندنا روح رياضية. بس روح رياضية بس برضه أما الأهلاوي يقعد جنب زملكاوي بيبينه. على
عجبني قوي بيبينه دي. ايه رايك يا استاذ عبد السلام؟ في لما بتزعل من الزمالك بتعمل ايه؟ والله كنت في الشباب كنت بابكي يا نهار ابيض والله العظيم، انما حاليا خلاص في توازن بقى لا حاليا اتعودت. برافو عليك. الله الله. لا بس عايز اقول لك بصراحه موضوع التعصب ده بيزعلني قوي، احنا بنهزر وبنضحك بس في الاخر هي كوره. انت حسيت من كلامي ان في تعصب؟ لا طبعا لا طبعا. استاذ عبد السلام، حد قال لك انك شبه ممثل؟ انا شايف انك شبه جمال الشناوي. يا لا 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 عديت دي نمره غلط. نمره غلط. حلوه النمره غلط. دمك خفيف الله يكرمك. لا والله دمك خفيف دي مش موجوده. مش موجوده. مش موجوده يعني دمك مش خفيف؟ دم خفيف لما بكون على المسرح او المنصه. انا شاعر خلي بالك. طب هتقول لنا شعر ايه النهارده؟ سداسيه سريعه. طب يلا اتفضل سمعنا السداسيه. من احسن ما كتبت او يمكن على الاطلاق احسن ما كتبت من سداسيات وما اكثرها، بعنوان دنيا. دنيا دنيا ندور فيها كالساقيه، نحسب القناعات واقية، ندور في تيه وتيه، والدين نجاة فيه، والكلمة الطيبة هي الباقية. عبد السلام. وتقول لي دمك مش خفيف؟ لا دمك خفيف جدا كمان. ده مش رأي أنا، ده رأي الجمهور. المرة دي النمرة صح. أشكركم وأهلا وسهلا، وأنا بحب البرنامج ده وأحب الثقافة وموجودة عندكم. قريت للراحل عبد التواب يوسف قصص الأطفال؟ طبعا. أيوة. أصدقاء من عائلة الكيلان والكلام ده كله رحمه الله. الله يرحمه. فتح أن ربنا يرحمه برحمته. أمين. ويغفر له ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته ويعفو عنه وينير قبره ويحسن مدخله بسر الفاتحة وبقلوبنا اللي بتدعو من الأعماق. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إن الصلاة المستقيم صلاة الذين. ربنا يتقبل بإذن الله. يا رب. فريق الحياة بتمنى لكم كل التوفيق. الموسم السادس لعبقرة العائلات، ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة العصر. وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: أكمل مقطع الأغنية التالي. أسمر يا سمراني. من دلك عليا. لا لا سأنا هول. لا خلاص آسف. من قساك عليا والله. أنا باخد اللي جاب الأول. طب عيدها. لا مش عيد. إجابة خاطئة. في إجابة؟ أيوة. من قساك عليا. يا سلام. لا أنت ماشي. لا يعني سؤال. ماشي. يعني بذمتك هو مش عارفها؟ عارفها. مفيش حد ما يعرفهاش، ولكن إحنا بناخد الإجابة الأولى، وكويس إنها جت في سؤال السرعة. طيب. طب هسألك سؤال بقى، ثانية واحدة يا أستاذ ثاني. عشان السؤال اللي جاي ده مهم ليا جدا. مين أول حد غنى الأغنية دي؟ هو عبد الحليم وفايزة أحمد غنوها. ماشي؟ خلاص برافو عليك. هي شاطرة كده. أول حد غناها فايزة. أستاذ هاني طبعًا إجابة صحيحة. كلمات إسماعيل الحبروك وألحان كمال الطويل. أستاذ هاني مين اللي بتبتدي الأول؟ أما إن شاء الله. فريق الحياة هتبتدي الأول. طيب يا أخوي. أستاذة حكمت. وما عملتش حاجة غلط. هم عارفين أنا أستناهم فين. هم عارفين صح؟ هو مش غلطان، هو جاوب صح. أسمر يا سمراني. من قساك علي. الله ما أنت حافظاها. ولا حافظاها والله كلها. طيب فريق الحياة هتبتدوا الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. الحياة إمتى الجوكر؟ جغرافيا. في الجغرافيا دوسوا على البازر.
جغرافيا والسؤال هو: ما هي أصغر دولة جزرية في قارة إفريقيا من حيث عدد السكان عام 2023؟ دولة؟ دولة في المحيط الهندي. أيوة عارفاها. موزمبيق؟ بصي، أنتوا ليكوا 20 ثانية. أنت متلخبطة. أيوة. طب ما تتكلموا مع بعض الأول، مستعجلة ليه؟ موزمبيق. إجابة خاطئة. على مساحة 450 كيلومتر مربع، حوالي 100 ألف نسمة، أرخبيل من 115 جزيرة. في إجابة؟ أستاذ ثاني إجابتك. سيشيل. سيشيل إجابة صحيحة. سيشيل هي الإجابة الصحيحة. 20 نقطة خطفتهم عيلة عيسى من الحياة. عيلة عيسى، عندك سؤال في جغرافيا، إمتى الجوكر؟ علوم. تمام، جغرافيا والسؤال هو: حاسي رم هو أكبر حقل غاز طبيعي بإحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ ابتدى الإنتاج فيه سنة 1961، بينتج حوالي 3 مليار قدم مكعب يومياً. الجزائر إن شاء الله. بلال، الجزائر إجابة صحيحة. متوقع استمراره في الإنتاج لحد 2046. 10 نقاط، عيلة عيسى 30، عيلة الحياة عندنا سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال: روباتي مورمو هي ثاني امرأة تتولى منصب رئيس إحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ اتولت المنصب في 2022 وحصلت على 64% من أصوات النواب وأعضاء مجالس الولايات في الدولة دي. أول رئيسة في الدولة من أصول قبلية، سياستها منحازة للفقراء والمهمشين والمضطهدين. أستاذ يحيى، إجابتك؟ سنغافورة. سنغافورة إجابة خاطئة. مش سنغافورة. في إجابة؟ باكستان. قربت ولكن إجابة خاطئة. ثانية واحدة، 50-50 هيجي لكم اختيارين، دوس على البازر. زائد 10 أو ناقص 5، بنجلاديش، الهند. بنجلاديش. دوس على البازر. بنجلاديش. للأسف الشديد الهند. والله إجابة خاطئة. معلش، الحياة ناقص 5، عيسى 30، وعيسى عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو: استشهد المشير أحمد بدوي في حادث سقوط طائرة بإحدى المحافظات المصرية عام 1981، فما هي؟ كان قائد الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر، وكان وزير للدفاع للقوات المسلحة سنة 1980. اتوفى هو و13 من كبار القادة، يقال إنها عملية مدبرة. مدام عزة، إجابتك؟ السويس؟ لا، مش في السويس. إجابة خاطئة. في إجابة؟ الفيوم؟ مش الفيوم، لا. إجابة خاطئة. عايزين اختيارين ولا لا؟ لا، مش عايزين. لا. لا، بلال بيفكر صح. خلي فعلا 50-50 لسؤال العلوم، لو ما عرفتوش تجاوبوه. الإجابة الصحيحة: في سيوة، في محافظة مطروح. السؤال اللي جاي سؤال في الأدب للحياة. أدب والسؤال هو: من فيض الكريم هو كتاب لأديب مصري راحل، فمن هو؟ 12-1986، مقالات كان بينشرها
في مناسبات دينية. أشهر كتبه قنديل أم هاشم. قنديل أم هاشم وتكة. شاطر يحيى عقل. يحيى حقي على اسمك إجابة صحيحة. 10 نقاط لفريق الحياة. فريق الحياة 5، عائلة عيسى 30، وعندكم سؤال في الأدب. أدب والسؤال، من هو الشاعر والأديب اللبناني مؤلف المجموعة القصصية يسوع ابن الإنسان؟ اتنشرت النسخة الأولى باللغة الإنجليزية 1928. قصص خيالية مستوحاة من شخصية السيد المسيح، تجمع بين التشويق والفلسفة والحكمة. كنت عايز تدبس بسنت في الإجابة صح؟ إجابتك إبراهيم نصر الله. إبراهيم نصر الله فلسطيني أردني. وفي السنة دي ما كانش لسه اتولد. أستاذ هاني إجابة خاطئة. مين بقى؟ مدرسة المهجر. مين؟ جبران. جبران خليل جبران. جبران خليل جبران إجابة صحيحة. 10 نقاط النتيجة اتغيرت، 15 للحياة 30 عيسى. دلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة في العلوم. فريق الحياة أول سؤال علوم والسؤال، ما هي جنسية العالم فيكتور غرينيار مكتشف تفاعل غرينيار؟ دولة أوروبية. إن شاء الله إن شاء الله. فرنسا. فرنسا؟ فكتور هيجو كله فكتورات. والله فكرت. برافو عليك إجابة صحيحة. فرنساوي فعلا. برافو عليك فكرت، بس حسبتها بطريقة جديدة جدا. رحت الفكتور هوجو وخدت الاسم. 25 للحياة 30 عائلة عيسى. وحان معاد الجوكر يا بلال. بلال 20 نقطة مهمين جدا، على مهلك ما تستعجلش. علوم والسؤال هو، بروكيسيا نانا هو من أصغر الحيوانات في العالم، في أي طائفة حيوانية ينتمي؟ تم اكتشافه في مدغشقر 2021. اكتشفوا ذكر وأنثى. 8 ثواني. بلال إجابتك. الطفيليات. الطفيليات إجابة خاطئة. أخذ إجابة حالا. دوس على البصر. قولي 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 الأول. مدام حكمت إجابتك. القطط يعني القطط. إجابة خاطئة. ايه رايكم 50-50 بقى؟ دوس على البازر. اختيارين قصادنا على الشاشه، الطيور الزواحف. ازاي زواحف؟ انا دوس. لا بلال اللي داس. الزواحف يا بلال، خدت الريسك. اجابه صحيحه. هتفرق 10 زائد 20. برافو عليك يا بلال، خدت الريسك وخدت 20 نقطة. عائلة عيسى 50، عائلة الحياة 25. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 75 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. عباقرة العائلات الموسم السادس، مباراة دمها خفيف الحقيقة، ممتعة. وأفكركم بالنتيجة، عائلة عيسى 50، عائلة الحياة 25.
ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. طبعاً مش عايزين نرهقه، فحنفضل في مكان، ولكن اللي هسألهم بس هم اللي هيجاوب، محدش تاني يجاوب. أول سؤال في المعلومات العامة مدام عزة وأبلة حكمت. انت ليه على طول معترضة ويا لهوي وسبتي في ايه؟ مش تمام. معلومات عامة والسؤال هو: أقيمت أول دورة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء عام 1989 في عهد أحد وزراء الثقافة، فمن هو؟ مدام حكمت عايز إجابة حالا. فاروق حسني. إجابة صحيحة. فكرة وتأسيس الدكتور مصطفى ناجي، كان هو رئيس أول دورة، التذكرة وقتها كانت باتنين جنيه. اتنين جنيه أصلا. انت فاكرة؟ 10 نقاط، برافو عليك يا مدام حكمت. 35، الحياة 50، عيلة عيسى. دلوقتي عندنا سؤال في الرياضة، الأستاذ بلال. بلال على مهلك شوية، ادي فرصة للأستاذ عبد السلام. أستاذ عبد السلام حضرتك عندك سؤال في الرياضة دلوقتي. كورة، حط إيدك. طيب إيديك على البازر. رياضة والسؤال هو: من هو صاحب أعلى قفزة للاعب عربي في تاريخ كرة القدم حتى عام 2023؟ يوسف النصير. كان في ماتش إيه؟ ماتش المغرب والبرتغال كأس العالم اللي فات. برافو عليك يا بلال. كان ارتفاعها 2 متر 75 سنتي. إجابة صحيحة. ثاني أعلى قفزة في تاريخ كرة القدم. طبعاً الأولى مين؟ بتاعت ميسي تقريباً؟ لا، ميسي يا راجل. بتاعت ميسي ايه برضو متصنفة؟ ميسي فين بس؟ رونالدو طبعاً أكيد مش ميسي. برافو عليك يا بلال، 10 نقاط، النتيجة اتغيرت. 60 عيلة عيسى، 35 عيلة الحياة. بسنت وأستاذ يحيى. أستاذ يحيى وبسنت، هي لسه صغيرة بس شاطرة، خلي بالك. والله المستعان. تكنولوجيا والسؤال هو: في أي عاصمة آسيوية تأسست شركة أدوات التصوير فوجي فيلم عام 1934؟ عاصمة: طوكيو. طوكيو إجابة صحيحة. هي أكتر من 220 شركة فرعية في كل قارات العالم. الحياة 45، عيلة عيسى 60. دلوقتي عندنا سؤال أخير، واحد لواحد، الأستاذ هاني ومدام رقية. هتحتاج الورق والقلم، لأن السؤال اللي جاي قدرات ذهنية، محدش يحسب غيرها، ممنوع خالص، هي بس اللي تحسب. هنا نفس الحكاية، قدرات ذهنية والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 30 في 40 على 50 في 6 يساوي كام؟ 30 في 40 على 50 في 6 يساوي كام؟ مدام رقية بصي على البصر، لازم تجاوبي. ماشي. لا مش هينفع. ها؟ خلاص هيخلص. مش هينفع حد يدوس على البصر ويقعد يحسب. والله خلاص. 360. بصي مبدئيا حتى لو اجابتك صح كنت حاسبها غلط، لان القانون عندنا واضح، اجابة خاطئة. غلط. في اجابة؟ 480. اجابة خاطئة. الاجابة الصحيحة 144. النتيجة في نهاية الفقرة: عيلة عيسى 60، عيلة الحياة 45. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة.
أسئلتنا هتعتمد على السرعة، ولكن اللي يدوس على البازر لازم يجاوب، ما ينفعش يدوس على البازر ويتكلم مع اللي جنبه. سينما ومسرح، والسؤال هو من هي الفنانة القديرة التي قامت بدور سامية في فيلم هل أقتل زوجي؟ بطولة محسن سرحان. اسمها يعني سامية جمال. سامية جمال ما كانتش في الفيلم. إجابة خاطئة. توفيق الدين وسهير البابلي ومن إخراج حسام الدين مصطفى. في إجابة؟ مين رز؟ هي كمان ما كانتش في الفيلم. إجابة خاطئة. مين بقى؟ سميرة أحمد. أيوة افتكرته دلوقتي. السؤال اللي جاي أغاني موسيقى، والسؤال هو حبيبي على الدنيا هي أغنية المطرب سوري راحل، فمن هو؟ فهد بلان. فهد بلان سوري، ولكن إجابة خاطئة. مفيش إجابة؟ ملحن كمان. مين؟ في حد عارف؟ صباح فخم. والله يا حبيبي، والله يا حبيبي. شفت بقى؟ هاردلك. السؤال اللي جاي لوحاته معالم، والسؤال هو مسيح الهاوية هو تمثال غارق بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ طوله 17 متر، تم إسقاطه، دولة أوروبية هي إيه؟ اليونان. هارد لك. إجابة خاطئة، مش اليونان. تم إسقاطه في البحر الأبيض المتوسط سنة 1954. في إجابة؟ إيطاليا. شمعنى إيطاليا؟ لأن إيطاليا فيها الـ بتطل على البحر. الفاتيكان بتطل على البحر المتوسط. يا سلام، حظكم حلو. إجابة صحيحة. 10 نقاط، النتيجة 70 عيلة عيسى، 45 عيلة الحياة. السؤال اللي جاي سؤال سهل جدا، ولكن فكروا فيه لمدة 5 ثواني. اتفقنا؟ ما تستعجلوش. سرعة البديعة، والسؤال هو كم عدد شهور السنة الهجرية التي يحتوي اسمها على نقطة واحدة فقط؟ سنة هجرية فيها كم شهر؟ فيها 12 شهر. كم شهر منهم فيهم نقطة واحدة؟ 2. هما ايه؟ رجب ورمضان. رجب فيه نقطتين. ورمضان نقطتين. الغريب بقى انك محظوظ. إجابة صحيحة. ليه بقى؟ سفر. سفر وجمادة الأول. يا محظوظ، انا مذاكرها اقسم بالله بس اتلخبط. حظ، وانتوا تاخرتوا لان الاجابه دي عندكم. النتيجه في نهايه الفقره 80 عيله عيسى، 45 عيله الحياه. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع فقره تحت الضغط والعباقره. وبكده عائلات مصر جمعت 50 نقطه في فقره المعرفه والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 125 نقطه في خزنه البنك الاهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المراه المعيله في كافه المجالات. الموسم السادس عبقرة العائلات، ومباراة جميلة في دور الـ 32، وهفكركم بالنتيجة. عائلة عيسى متقدمين 80، عائلة الحياة 45. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. بلال والأستاذ يحيى، الأستاذ يحيى وبلال. بلال هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. أستاذ يحيى تفضل مكانك. اتمرنت على تحت الضغط ولا لا؟ ان شاء الله. الاسئله سهله مش صعبه؟ ان شاء الله. سهله ولكن عايز شويه تركيز. ان شاء الله. طمن على بلال. بلال تمام. تحت الضغط كاونتر.
إلى أي من دول الخلافة ينتمي مروان ابن محمد؟ الأموية. صح. ما هو العضو المسؤول عن إفراز الأنسولين في جسم الإنسان؟ السكر. غلط. من قام بدور بيجاد في فيلم الشيماء أخت رسول؟ أحمد مظهر. صح. كم عدد الثواني في نصف ساعة؟ في نص ساعة؟ باص. من هي كاتبة الإنجليزية مؤلفة رواية إعلان عن جريمة؟ باص. في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية؟ جنيف. غلط. إت ستافورد هو أول إنسان يمشي على طول أحد أنهار أمريكا الجنوبية، فما هو؟ ميسيسيبي. غلط. هو في سويسرا. أنا قلت دولة للأسف الشديد. تفضل. إجابتين من سبعة. كان ممكن تجاوب على سؤالين كمان والله. سؤال القدرات الذهنية خلاك تاخد كام ثانية ملهمش لازمة. يا تجاوب يا باس. معلش. بلال ينضم لينا يا سليم من فضلك. هنشوف بلال هيعمل إيه. بص يا بلال، أنا قلت سبع أسئلة. أستاذ يحيى اتعطل في النص كده. جاهز؟ إن شاء الله. تحت الضغط. كاونتر. إلى أي من دول الخلافة ينتمي مروان بن محمد؟ الأموية. صح. ما هو العضو المسؤول عن إفراز الأنسولين في جسم الإنسان؟ الكبد. غلط. من قام بدور بيجاد في فيلم الشيماء أخت الرسول؟ باص. كم عدد الثواني في نصف ساعة؟ 3600. غلط. من هي الكاتبة الإنجليزية مؤلفة رواية إعلان عن جريمة؟ باص. في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية؟ فرنسا. غلط. إت ستافورد هو أول إنسان يمشي على طول أحد أنهار أمريكا الجنوبية، فما هو؟ سين. غلط. تعال، إجابة واحدة بس من سبعة. ما عرفش ليه في أسئلة سهلة طارت منك يا بلال. أسئلة سهلة جدا. مبدئيا أنت معك إجابة صح، أستاذ يحيى معاه إجابتين صح. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. ما هو العضو المسؤول عن إفراز الأنسولين في جسم الإنسان؟ البنكرياس. والله معروف. بنكرياس. أيوة ما أنا عارف. هي تحت الضغط صعوبتها في أنك بتاخد القرار بسرعة، ولكن الإجابات عندك وأنا عارف. كم عدد الثواني في نصف ساعة؟ أنت حسبتها على ساعة، أنا قلت نصف ساعة. أنت قلت 3600، هي 1800. الكاتبة الإنجليزية اللي بتكتب عن الجرائم أعلان عن جريمة. أيوة شفتوا، أنتوا دي متجاوبوا أهو. في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية؟ أستاذ يحيى قال في جنيف، هي فعلا في سويسرا. إت ستافورد هو أول إنسان يمشي على طول أحد أنهار أمريكا الجنوبية. الأمازون. طبعا الأمازون. شفت بتجاوب على كل أسئلة وانت واقف جنبي. هي دي الأسئلة اللي ما تجاوبتش. نحيي كلنا أستاذ يحيى وبلال. بلال أستاذ يحيى. أستاذ يحيى لو أنت قاعد على مهلك كنت جاوبت على الأسئلة كلها. برافو عليك والله، ولكن هي تحت الضغط مشكلتها في السرعة. بلال كنتوا كام؟ كنا 80. وإجابة صح بقيتوا 85. أستاذ يحيى كنتوا كام؟ 45. وإجابتين صح؟ 55. وعشر نقط هدية بقيته 65. لو عيلة الحياة كسبت الفقرة اللي جاية هتتقدموا 65 و25. أيوة 90. 80. طيب. عيلة عيسى 85 و25 كم يا باسنت؟ 110. خلينا نشوف. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات جزاء. ضربات جزاء. أول سؤال لباسنتو مدام حكمة، بس محدش هيتكلم غيره. والسؤال اللي جاي قدرات ذهنية. والله. بس سؤال سهل جدا يا باسنت. السؤال الأول، حل مسألة الآتية. 50 في 9 على 3 يساوي كام؟ 50 في 9 على 3. بسنت 150. هي اللي جاوبت الأول.
اجابتك كام؟ 150. للاسف الشديد اجابه كانت عندكم انتوا الاثنين، ولكن بسنت كنت اسرع. برافو عليكي، الهدف الاول. قولي لها هارد لك بقى. هارد لك. دلوقتي الاستاذ هاني والاستاذ يحيى. الاستاذ يحيى واستاذ هاني، السؤال الثاني جغرافيا. في اي قاره تقع بحيره انلي؟ مية وستاشر كيلومتر مربع. دوس. أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية إجابة خاطئة. متوسط عمقها 2 متر. في إجابة؟ لا. غلطان، كان لازم تحاول. قارة آسيا. من أكبر البحيرات في ميانمار. كده هدف بلا مقابل. غلطان، كان لازم تحاول. مدام عزة لو جاوبتي صح هتاخدوا 25. مدام رقية فرصتك تتعدلي. ماشي، اتكل ان شاء الله. السؤال الثالث فنون. فنانة راحلة قامت بدور دولة في مسلسل الشهد والدموع، فمن هي؟ عفاف شاي. نوال ابو الفتوح. نوال ابو الفتوح الهدف الثاني. بطولة يوسف شعبان، عفاف شعيب، ورجاء حسين، طبعا من تأليف الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة، وإخراج المخرج الراحل العظيم إسماعيل عبد الحافظ. النتيجة اتغيرت، عيلة عيسى متقدمين 110، عيلة عيسى، عيلة الحياة 65. عيلة الحياة النتيجة بعدت، ولكن لسه الأمل موجود. لازم تركزوا كويس جدا في الفقرة الأخيرة، اتفقنا؟ هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 50 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 175 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم بخير. مباراة جميلة في الموسم السادس لعبقرة العائلات، وهفكركم بالنتيجة. عائلة عيسى متقدمين 110، عائلة الحياة 65. قبل ما نبتدي الفقرة الأخيرة عايز أروح للجمهور، عايز أروح للأستاذة منة أبو زيد. أستاذة منة، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. أولا شكلكوا جميل جدا في الاستوديو، عجبني اليونيفورم. مرسي جدا لحضرتك. مرسي. كلمينا يا منى عن دوركو في برنامج العباقرة. احنا متطوعين من الهلال الاحمر المصري، جايين هنا بتكليف من وزارة التضامن من دكتور نيفين القباش. معانا دكتور ومعانا فريق طوارئ، ده لمساعدة الكبار السن، واحنا في العموم كلنا جايين نساعد كبار السن. الطوارئ ده بيدخل قبلنا كلنا، بيأمن المكان وبنشوف هل في اصابات او لو حد يعني تعبان او كده بنقدر نسعفه. والدكتور معانا جهاز ضغط وجهاز سكر، بنحاول ان احنا نخفف عنهم برضو التوتر شوية. احنا معانا دعم نفسي. من وجهة نظرك التجربة دي بتمثل لهم ايه؟ هي بتمثل لهم حاجة كبيرة قوي، ان هو هم مع حضرتك اكيد، وكمان ان هم وزارة التضامن الاجتماعي ودكتور نيفين القباج ان هم ترشحهم او ترشحنا على حاجة زي كده، فدي حاجة مناسبة جدا وكويسة جدا لينا. بتشجعهم ان هم حتى وحضراتكم كبار سن، فلا حضراتكم عندكم خلفية كبيرة وحضراتكم بتمثلونا وبتشرفونا. بصي، هم كمان انضموا لينا هنا بعد تصفيات. يعني ايه؟ كان في متقدمين 68 شخص اتقدم، عملنا اختبارات، ودي الفرق اللي نجحت. دي حاجة برضو تخليهم يستمروا بمجهود أقوى وأكتر. لا، انتوا عاملين مجهود عظيم، تحياتي ليكم كلكم، والفريق الهلال الأحمر المصري بحيي حضراتكم، واحنا موجودين معاكم في كل مكان. اشكرك. فرصة ان احنا نشكر دكتورة نيفين القباج وفريق العمل، طبعا مجهود غير عادي بيتعمل علشان
كبار السن يشاركوا معانا. طبعا كبار السن زي ما قلت ودايما بكرر هم البركة. الله يخليك. الله فإحنا يخليك. مبسوطين بوجودكم معانا جدا. الله يخليك. ربنا نشكر بيك. كلنا دكتورة نيفين قباش وفريق عمل وزارة التضامن. ألف نرجع لآخر فقرة. فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. أول سؤال دكتورة أسماء إسماعيل. فضلي يا دكتورة. من وزارة التضامن الاجتماعي. قدرات ذهنية. تمام. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين. دوس على البازر. هم 15 ثانية. اتفقنا؟ قدرات ذهنية. والسؤال هو حل مسألة الآتية. 950 ناقص 440 زائد 220 زائد 130 يساوي كام؟ 950 ناقص 440 زائد 220 زائد 130 762. خسارة جدا. إجابة خاطئة. 860. خسارة جدا. في إجابة؟ إجابتك 860. مدام حكمة كانت إجابتك صح ولكن للأسف والله أنا بتكة لقيتها هي التكت. معلش معلش. مدام رقية كان مفروض تاخدي رأي مدام حكمة. طب معلش أستاذ هاني. طبعا 860 إجابة صحيحة. المباراة حسمت وفريق عيسى ألف مبروك إلى دور الست. ألف مبروك لفريق عيسى. عيلة الحياة هارد لك. المباراة طارت منكم. طارت منكم متهيألي يعني عشان كنتوا محتاجين شوية خبرة. والله بنذاكر بقالنا شهرين. لا ما أنا عارف أنتوا مستعدين ولكن الاستوديو حاجة والاختبارات حاجة تانية. مش عارفين تتناقشوا مع بعض. هارد لك لعيلة الحياة. هارد لك. ما تزعليش يا مدام حكمة. أنا كفاية إن أنا شفت حضرتك وقعدنا في العيلة وبقينا في العيلة. طبعاً. بس طبعاً. والله ده منورين العيلة. تسلم تسلم. سؤال التاني هاجر. اتفضلي يا هاجر. هنشوف هاجر مسعد والسؤال التاني وموضوع السؤال إيه؟ سؤال في القدرات الذهنية. يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 30. دوس على البازر. قدرات ذهنية والسؤال هو حل مسألة الآتية. 440 على 5 زائد 12 في 3 يساوي كام؟ 440 على 5 زائد 12 في 3 يساوي كام؟ مئة واحد وعشرين. مئة واحد وعشرين إجابة خاطئة. إجابتك؟ 261. مدام رؤية؟ 124. بالظبط كده مدام حكمة. يا مدام حكمة عايز أقولك حاجة. دول 60 نقطة. خسارة والله. معاك 60 نقطة. مدام رؤية للأسف الشديد إجابة خاطئة. هي فعلا 124. السؤال الثالث دكتور عبير. اتفضلي يا دكتور عبير. جوكر. فريق الحياة تحبوا تتسألوا فيه؟ معلومات عامة. معلومات عامة. تمام. سؤال بعشرين نقطة. معلومات عامة والسؤال هو معلومات عامة. مذيعة مصرية راحلة قدمت برنامج حق الجماهير ولقبت بعميدة التوك شو. فمن هي؟ هي اللي قدمت اختارنا لك كمان.
مذيع تلفزيون ولا راديو؟ نجوى ابراهيم. نجوى ابراهيم؟ لا مش نجوى ابراهيم. نجوى ابراهيم اجابه خاطئه. من اوائل مذيعات التلفزيون المصري. في اجابه؟ ماجدة بوهيف. ماجدة بوهيف اجابه خاطئه. مين بقى؟ بالظبط كده، جمهور كله عارف الراحلة في الريال صالح. سؤال كان برضو مفروض يتجاوب. أرض لك سؤال الأخير منا بغدادي. تفضل يا منا. منا بغدادي وآخر سؤال في الحلقة، وهنشوف موضوع السؤال إيه. سويتش عيلة الحياة هتختاروا سؤال لعيلة عيسى، موضوعه ايه؟ ايه رأيكم؟ فنون. فنون، تمام. سؤال في الفنون. فنون، والسؤال هو فنان راحل قام بدور سيحة في فيلم شاطئ المرح، فمن هو؟ بطولة نجاة، حسن يوسف، يوسف فخر الدين. في إجابة؟ إجابتك. جورج سيدوم. هو كان واحد من الثلاثة. أحمد الدفع أحمد. بس من جورج سيدوم. إجابة خاطئة. في إجابة؟ سمير غانم. أستاذ يحيى. دفع. إجابة صحيحة. هو فعلاً الضيف أحمد. غيرت نتيجة 85 عيلة الحياة 140 عيلة عيسى. أفضل لاعب في حلقة النهاردة أستاذ يحيى ب 80 نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 225 نقطة، ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي 2860 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. أنا مبسوط جداً من عيلة الحياة، نورتونا وشرفتونا النهاردة. تحية كلنا عيلة الحياة. عيلة عيسى ألف مبروك إلى دور الستاشر، ولكن خلي بالك اللي جاي أصعب. اتفقنا؟ وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.